حد عامل حاجة هي تعتبر فيها يعني دعابة شوية، بيتكلم عن الناس اللي بيسافروا دايما في الدول الأخرى عشان يشتغلوا عشان يجيبوا فلوس وكده، فهو الناس دايما بتبقى بتحسدهم أو بصلهم بصا يعني ده رايح يغرف فلوس وجاي، في حين إن الحياة مش شرط تكون كده، أو إن كانت كده مع البعض فمش كده مع البعض الآخر، وإن كانت كده في بعض أيام الشخص نفسه فمش كده في الأيام الأخرى. فعاملين كده حاجة ظريفة بيقول لك الآثار الجانبية للعمل في الخارج يعني، فبيقول تساقط الشعر، تشقق الشفايف من كثرة ما بيعضها من القهر يعني، السمنة المفرطة أو العكس، خمول أو رغبة دائمة في النوم أو أرق مزمن، نفسية مريضة جدا، حركات غير طبيعية يعني ممكن تبكي فجأة وتضحك وحدك فجأة، فقدان الذاكرة، عدم التمتع بالحياة الطبيعية. طبعا ده كلام من باب يعني التندر أو الفكاهة، بس هو في شيء بيبقى حقيقي، فهو عايز يعني يصد الناس عن الحسد اللي بيتبصله يعني ان هو رايح يغرف فلوس ويجي بيها يعني.